شكون أنا؟ شحال في عمري؟ شنو كندير في حياتي؟ وشنو هي أهدافي المستقبلية؟ أسئلة اللي تعودت بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الفيديو هذا دار لك خصيصا أيها المتابع القديم والجديد في القناة باش تعرف علي عن قرب وتزول كاع الغموض اللي عندك من جهتي. عليكم مزيانين، اموركم طيبه، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذه الفيديو هذه. دونك اون سو ريتروف بور اون نوفيل فيديو سور ما شين يوتيوب، واللي غادي نجاوبكم فيها على مجموعه ديال الاسئله اللي طرحتهم عليا على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي عوض غادي نبقى نجاوب كل واحد بوحده، جمعت الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف وقررت انني نديرها سو فورم دون فيديو باش كومسا الناس اللي غادي يلتحقوا او ينضموا للعائله ديالي على منصه اليوتيوب على الاقل يدخلوا يجبروا واحد الفيديو تعريفي على صاحب القناه. هاد الفقره هادي عطيتها الاسم ديال سولني وانا نجاوبك. ف بلا ما نطول عليكم، الى عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش ديروا له لايك وتبارطاجيوه مع كاع الاصدقاء ديالكم. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. واول سؤال غادي نفتتحوا به الفقره ديال سولني وانا نجاوبك، واللي هو شكون انا. دونك اعوذ بالله من قوله انا، معكم الاخت هند حفو من مدينه تطوان، سن 27 سنه، كنسكن في مدينه مرتين وكنخدم في مدينه الحمامه البيضاء تطوان. بزاف ديال الناس غادي يديروا علامه استفهام على السن ديالي، حيت سواء الناس اللي كتعرفني او الناس اللي ما كتعرفنيش فما كيعطيونيش هذا السن هذا اطلاقا، ديما كنبان لهم باقه صغيره. الا عطوني كيعطيوني يا اما 20 يا اما 23 سنه، لكن السن الحقيقي ديالي هو 27 سنه. كنفتخر به حيت اهم حاجه ماشي هي السن، اهم حاجه شنو تعلمتي من هذه الحياه، شنو درتي في هذه الحياه، شنو هما الصعاب اللي واجهتي وتحديتيهم باش توصل للحلم ديالك، شنو هما الانجازات اللي وصلتي لها واللي مازال كطمح انك توصل لها. سؤال اخر واللي هو شنو هي المهنه ديالي. بزاف الناس وقع لهم في حال تداخل وتضارب من جهه المهنه ديالي، فكيقولوا لي هند ما عرفناش واش انت طبيبه، واش انت اختصاصيه في الترويض، واش انت يوتيوبر، واش انت جرافيك ديزاين، واش انت مدربه في التنميه الذاتيه او في التحفيز الذاتي. فالله يجازيك بخير وضحنا هذه النقطه هذه. دونك انا الدراسه ديالي هي الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والتاهيل الحركي اللي قريت عليها 3 سنوات. غادي تجي فيديوهات قادمه بحول الله واللي غادي نشارك معكم فيها القصه ديالي مع مهنه الترويض. اون سكي كونسيرن لو غرافيك ديزاين ولو كوتشينغ، دونك لو غرافيك ديزاين هو اون اوتو فورماسيون، انا قريتها من ديتي راسي انطلاقا من مجموعه ديال الفيديوهات اللي كانت كتحط او اللي ديجا نزله على منصه يوتيوب. فكل مره كنت كندخل كنقرا تقريبا واحد جوج حتى 3 ساعات كيفاش ندير هادي، كيفاش نكري ان لوغو، كيفاش نكري ان سيت ويب. المهم شويه بشويه كل مره كنت كتعلم شويه. بالنسبه للتنميه الذاتيه فهذه سي فورماسيون اللي انا قريتها في مؤسسه صناع القرار الدوليه بالقياده ديال الاستاذ حذيفه العماقي اللي كنوجه له تحيه كبيره الى شاهد هذا الفيديو هذه. فكيفاش رجعت مدربه في التنميه الذاتيه غادي ندخلوا في التفاصيل في فيديوهات قادمه. غادي نحكي لكم على التجربه ديالي في مجال ديال التنميه الذاتيه، واش التنميه الذاتيه شي حاجه اللي هي حقيقيه واقعيه او مجرد مهنه وهميه. ف اللي بغيت نقول لكم انني درت لا فورماسيون ديال تي او تي، تدريب تي او تي. المده الزمنيه ديالو كانت 4 ايام، خدينا فيها شهاده مكتوب فيها مدربه معتمده من مؤسسه صناع القرار الدوليه بقياده الاستاذ ديالي كيف قلت لكم في الاول استاذ حذيفه العمري. كيف ما كتعرفوا التنميه الذاتيه راه بحر اللي هو كبير وفيه مجالات وتخصصات متعدده. انا من بين هذه التخصصات اخترت التحفيز الذاتي اللي هي واحد نقطه القوه في الشخصيه ديالي واللي انا متاكده انني نقدر نعطي في هذا المجال هذا، فعلى ذلك الشيء اخترت التحفيز الذاتي. كنظن انني جاوبت على هذا السؤال هذا. اما بالنسبه
بالنسبة ليوتيوب فأنا لازلت في البداية، وكل مرة كنحاول نحسن من جودة ديال المحتوى ومن جودة ديال التصوير من جودة ديال المونتاج، فأنا جد فخورة لحد الآن بالفيديوهات اللي نزلت، حيت كل فيديو كندخل كنتفرج فيه كنلمس فيه كاين واحد التغيير ولو 5 أو 10%، وهادشي هذا كيفرحني. بالنسبة للسؤال اللي كيتطرح بزاف واللي هو البرج ديالك البرج ديالك واللون المفضل ديالك، بالنسبة للبرج ديالي هو برج الجدي. وكيف كتعرفوا على برج الجدي؟ انه مغنان مغنان والراس قاصح. هادشي هذا صحيح، لكن هو من بين الصفات اللي كتميز برج الجدي انه انسان طموح، انه انسان مجتهد، وانه فعلا مغنان، لكن ديك الاغنان ديالو كيكون حنا كنقولوا الاغنان الايجابي، وبالخصوص ملي كيحط شي حاجه في بالو كيبقى يخدم عليها واخا سنوات طوال حتى كيحققها، يعني واخا تنطبق السماء على الارض، واخا تكون مريض مصحصح كتحاول انك تنوض ودير داكشي اللي بغيتي دير. بالنسبه للون المفضل ديالي هو الصراحه كاين الوان كثيره اللي من بينهم الاسود، اللون الوردي، اللون الازرق ملكي، الاخضر ملكي، واللون الاصفر. فخصكم تعرفوا باللي كل لون كيعطي واحد الصفه معينه في الشخصيه ديال الانسان. غادي ندير هاد الفيديو هادي ان شاء الله عما قريب باش كومسا الناس تقرب من ذواتها اكثر فاكثر. السؤال اللي كيتطرح بزاف، واش انت مرتبطه ولا لا؟ المسائل بحال هذه والاسئله اللي من هذا النوع فكنتحفظ عليها لو ماكسيموم بوسيبل، حيت كتبقى هذيك حياتي الشخصيه ومن حقي انني ما نجاوبش على هذا السؤال. السؤال ايضا اللي كيتعاود بزاف واللي هو شنو هو الحلم ديالك؟ غير باش نصحوا العباره ديال الحلم، حيت كاين الفرق ما بين الحلم وكاين الفرق ما بين الهدف. فالسؤال المنطقي والمعقول واللي هو شنو هو الهدف ديالك في هذه الحياه؟ اول هي الصراحه كل واحد فينا عنده اهداف كثيره، لكن على الاقل كيكون مسطر على 3 ديال الاهداف الرئيسيه اللي بغى يوصل لها، سواء دابا سواء في الفترات او السنوات المقبله. الهدف ديالي الاول انني ننجح في المجال ديالي واللي هو الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والتأهيل الحركي، وندير سميتي فيه ونكون معروفه على مستوى المدينه ديالي، من بعد ننتقل للمرحله ديال انني نكون معروفه في المغرب كامل. الهدف ديالي الثاني هو انني ننجح قناتي، انني ندير محتوى نقي واللي من خلاله نسرد فيه رسائل تحفيزيه نبيله ومشرفه. الهدف ديالي الثالث انني ندير ماركه ديالي وتوصل باذن الله تعالى للعالميه. السؤال اللي كيتطرح عليا ايضا بزاف واللي هو علاش انت يا هند انسانه ايجابيه؟ واش ما مريتيش بمطبات وعراقيل في حياتك، او هل العراقيل وهذه المطبات اللي طحتي فيها هي اللي جعلتك انك تكون انسانه قويه وانسانه ما كتستسلمش دغيا؟ صراحه انا مريت من مطبات كثيره في حياتي، وكل تجربه مريت بها تعلمت منها الشيء الكثير. ونقول لكم واحد الحاجه، انكم الا طحتوا غادي تتعلموا، الا ما طحتوش ما عمركم ما غادي تتعلموا شي حاجه في هذه الحياه، حيت في السقوط ديالك كتبدا انطلاقه القوه ديالك. حيت نعطيكم مثال، السهم ملي كتجبدو من الاخر فكينطلق بقوه، كذلك المطبات والعراقيل اللي كتكون دائما مرافقانا في المشوار الحياتي ديالنا، فهذا امر طبيعي وشيء بديهي. كيف ما كاين لحظات فرح كاين لحظات حزن، كيف ما كاين لحظات ضعف كاين لحظات قوه، فالحياه هي هذه. حيت الله سبحانه وتعالى كل بغانا نكونوا سواسيه فما كناش غادي نجيو لهذه الحياه وما كناش غادي نعمروا هذه الارض هذه.
فكنتمنى انني نكون جاوبت على الاسئله ديالكم وكنت خفيفه وظريفه على قلوبكم. نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. تهلاو ليا فراسكم. سلام عليكم.